السلام عليكم، هذا شنقكس بونج، مقطع جديد. وعدتكم اني راح انزل المقطع الجاي جراند، وانا قد وعدي مفروض اني اخليه مقطع المليون، لكن اجلت حبه عشانكم. دايخ وموصل وفيني نوم. اول مره المقدمه راح تكون قصيره الزبده. استمتعوا بالمقطع، ودعمكم هو اللي خلينا نستمر. الله يعطيكم الف عافيه، تصبحون على خير، وتنزل لايك والاشتراك. مع السلامه. انزل رفع يدك، انزل رفع يدك، انزل رفع يدك بسرعه، رفع يدك، رفع يدك، رفع يدك، رفع يدك. جايب كنا انا ذا يا وشو ذا هذا موجود وقت التعديل اللي انا وتعد خروج. ما في امل تطلع من هنا، انس خروج. والله جايب نفس الكلام. سبحان الله الدنيا دارت. شفت الجموس هذا ليك اللي عنده؟ او واحد من البيوت فيها جموس، عنده جموس. هو باي بيت، هو باي بيت. وين ليه ما يشوف؟ واحد من البيوت، واحد من البيوت. ويطلع يطلع ان شاء الله. والله انه هو، والله والله انه هو، رفض الكعب انه هو. ركب ركب حرك 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 يا ويلك اربعة يا رب. وتقول لي هات اللي تبغى تطلق هذا كله. والله لو انها الحاكم لا تتحرك. هذا سي فور. ارفعوا يدكم. دقيقة نحن نراقبهم. سعد حاجة حطها ببالك، سالفة ان عصابة وحكومة مع بعض كلهم حماية له. والله لو انها الحاكم لا تتحرك. هذا سي فور. ارفعوا يدكم. دقيقة ارفعوا يدكم. لا حد يتحرك. لحظة حبيبي. أول شيء ارفعوا يدكم. خير. ارفعوا يدكم. ارفعوا يدكم. ها. روق. تمام. إبليس. خلاص يا شباب. يا سكرتية. خلاص يعطيكم العافية، أنا بتعامل معهم. تقدرون تحركون. طيب الحين حبيبي. تمام. الله يرضى عليك. تمام. لاصق فيك يا صاحبي. أتمنى إنك ما تسوي أي غدرة أو تغدر أو تصرف خاطئ راح تسويه معي. ضغطة زر تنفجر. تمام. انتم كنتم تراقبون احد من صوتكم. لا الله يعافيك. طريقة كلامكم نبغى نشتري ارض. الله يعافيك. ارضية هناك. اول شيء يدي تعبت. هذا نزل. خلاص خلاص نزل يدكم. نزل يدكم. الله يهينك. طيب زي ما قال لك الرجال هذا، احنا عندنا بس قاعدين نشيك على الوضع. انا ناوي نشتري هنا. تشوف في ارض فاضية حولك؟ إيه بس ممكن يجي هنا. الله يهينك في مواتر هناك، ما ودنا نكون يعني مكسوف. إيه إيه إيه. اذا ما عليك الله يعافيك. هذا دليل. هذا واضح انك تراقب واحد. لا مين انا سالفة تراقب واحد، لكن منظرنا كذا فوق خايس. الله يطول في عمرك، ما له داعي المنظر كذا. انت وجهك مو بغريب اصلا. لا انا توي على المدينه دي جديد. الله يطول في عمرك. لكن انت ما عرفتنا باسمك. انت بغيت شيء منا يعني عادي نمشي ولا ايش بغيت؟ لا دقيقه انا وجهك اعرفه، شايفه بجديده، شايفه بخبر من الحكومه. ظهر راسك مطلوب. انت متلثم. الله يعافيك. شلون شايف وجهه متلثم؟ من عيون. الله يسلمك. شوف عيونه ما غيرها، والوشم هذا كله ما شاء الله. نظرت على سفره. طيب رفع يدك. رفع يدك. بس هدي. اسمعني. اول شيء بقطع لسانك. اضطري موضوع انك مسوي صقر وتعرف مين انا وتعرف. الله يسلمك. اسمعني، لو اني ابي شاكل كان اقرب مثال حاليا فجرت سي فور ومتنا كلنا، صح ولا لا؟ تبي تذبح نفسك يعني؟ تبي تذبح نفسك؟ طيب نفسك. ما عندي أي مشكلة. أنت الحين إيش تبغى أنت الحين؟ نزل سلاح وخلنا نتفاهم. طيب ماني منزلة. أنت الحين تبي منه شيء؟ علمني. أنت تدري على راسك. وقف. طيب خلني أكلمك. أبعد من جنبي. لا ما عليك. وقف. أبعد من جنبي. خلاص. طيب ممكن تنزل. أبو محمد نزل سلاح. انا بسالك سؤال واحد بيك. طب تفضل. طيب هل انت الشخص اللي غدر فيك واحد اسمه سي اي؟ ممكن اعرف انت ايش تبغى توصل له، بس لانك قاعد تسولف وحنا والله العظيم ما عندنا لأن وقت. لان انا بعرف. لا مو قصه ما عندكم وقت، بالعكس انت اللي راح تكسب راح اكسب. فابي اعرف هل الشيء اللي تسويه هو اللي في بالي؟ دقيقة ابو الحين وش توقع احنا بنكسب منك؟ وش نبغى منك احنا اصلا؟ انتم ما عرفتم مش انا عشان وش تكسبون مني. ها من انت يا صح ولا لا؟ صاحب اسم من انت؟ انا يا طويل العمر والسلامة انا المنافس الوحيد لسي اي في البلاك ماركت. طيب يعني خويك سي اي هو؟ لا مو بخويي، كان خويي سابقا في العسكرية. قدر فيني
بنرجع لنفس الموال نفس الموال يا حبيبي الله يعرفني لا لا ما نبغى الدار زي الحمد لله اكبر خاين واكبر شخص يلعب بين الاطراف مستعد انه يلعب مع الحكومه يمسكها طرف ومع العصابه ومعكم انتم اتوقع انه لعب عليكم صح ولا لا رجال جاي من يضركم لو اني بيضركم كان اقرب مثال ضريتكم من يوم ما خطفتم الرجال اللي في البر هناك وعذبته صح ولا لا اي رجال في البر حبيبي الرجال حبيبي انا راعي البنت لي باتت. انت ايش يعني انت ايش ما اسمعك انا راعي البنت لي راعي البنت لي ضربكم من المدينه الاولى اي لو اني ابي مشاكل كنت جبت المشاكل من المدينه الاولى صح ولا لا والله ما ادري يعني عنك طيب انت إيه؟ انسان كذاب اللي ابغاه انا ما عندي اي مشكله اني راح اساعدكم بشرط واحد اذا مسكتم سي اي او اذا مسكتوه او جيت تذبحون ابغى اكون موجود ان انا وياه متدربين مع بعض بالعسكريه وطالعين مع بعض وبالاخير غدر فيني بسبب فلوس طيب اتوقع سوى هذا شيء معكم خلصت الكلام الان وضعنا فوق هنا مو بطيب ووضعنا كذا زي ما انت عارف ونخلص من بعض تعرف احنا مين وما نبغى مشاكل وانت اصلا من البدايه زعلان عشان حنا كنا فوق بيتك وهذا انا بنزل الحين ما وراك فايده لنا ولا انت رجال بتجيب لنا السيء فعشان كذا الوجه من وجه ابيض وخلنا نمشي الله يعطيك العافيه لا 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 بالعكس بجيب لكم سي اي بحيث انكم انتم تتمشون عنده وتسمعون كل خططه وتعرفون كل صغيره وكبيره جالس يسويها حبيبي لو بنتمشى عنده شلون. كان نزلنا عنده الان وقعدنا تقول لي شلون طيب. حتى الناس اللي بيشوفونكم تتمشون ما راح احد يعطيك خبر ولا احد راح يعطيك اهتمام ولا راح يراك شيء بتقول لي كيف بس بقول لك انا شيء ترى نزولنا هناك هذا خطر بحد ذاته فاحنا مستحيل لو نتنكر من هنا لا بكره لو نخش عليهم كاننا عمال بريد مالك امل دخلتنا هناك موت فعشان كذا مستحيل انا اعرف واحد من معارفي او بالاصح كان سجين ايام العسكريه عندنا وطلع بسحره يستخدم السحر الاسود كيف ايوه يستخدم السحر الاسود طيب. فهو مستعد انه يجيب لكم سي اي بيسوي سحر ويسحبه يجيب لكم سي وشلون لا ما راح يسوي سحر ويسحبه على حسب طريقته انا ما ادري وش الاشياء اللي بيسويها عشان كذا تبونه وديكم عنده تكتشفون كل شيء وش يسويه عشان تفهمون انتم لان يعني انا مالي في السحر لحظه يعني بيسوي الله يعافيك احنا فخذ موقف جدي لا تقعد ثواني الحين خلينا نقصر الموضوع انا ما راح استهبل وفي سي فور هناك شلون استهبل طيب ثواني تقول في واحد عنده سحر ساحر اوكي في ساحر الان في ساحر بتودينا عند ساحر صحيح اوديكم عند ساحر طيب. بتشوفون كل طيب. شيء الساحر راح يجيب لنا سي اي بطريقته ولا ايش بيسوي ما ادري وش بيسوي عشان كذا اقول لكم روحوا واكتشفوا وش بيسوي ساحر راح يفيدكم زي ما فادني معلش يضمننا طيب وش يضمننا نبغى ضمانه ما نبغى ننطرح الشيء اللي بيخلينا الحين نثق فيك ونثق في الساحر حقك ذا الله عليك طيب يا طويل العمر والسلامة يعني هل تتوقع اني ما راح اقدر اغدر فيكم وانا طاردكم من نص يوم من المدينة الاولى وانا جالس اطاردكم كيف يمديني على الاقل اني الغم سيارتكم يوم انكم وقفتم تغيرون سيارة او يوم انكم جيتوا تخطفون الشخص او انكم يوم جيتوا تطلعون سيارة جديدة عند فندقكم صح ولا لا كيف يمديني طيب. اجي وادب سي فور وافجركم اسمعني خلاصة الكلام سي اي هو منافسي الوحيد تمام فإذا سي اي أنا أزحته من السوق أو خفيناه أو اختفى أو أيا كان وش راح نسوي فيه أنا بستلم المدينة فإذا سلمت المدينة الصادرات والواردات عندي راح تزيد لأنه هو أكبر حرامي وأكبر نصاب وهذا شيء راح يفيدني أنا فهل تجون او انا اجي معكم عشان اذا انتم ما انتم واثقين فيني طبعا هذا كله بيصير ما تبي تجي معنا واحنا بنجي معك اذا وافقنا يعني خلاص ما عندك اي مشكله تبي اجي معكم ونروح عند الساحر ثواني خلينا نتكلم شويه عن الموضوع تمام ما عندك مشكله خذ راحتك خليك الحين بنجي ما عندي مشكله سالفه الساحر هذه انا في راسي شيء لو هو بيمديه يسويه والله بيوفر علينا اشياء كثيره بنروح لهذه المره بنروح بطريقتنا احنا اللي بنحدد كل شيء والمكان ايش رايكم اكيد والله تم ما اروح معه يلا شيء ايش ناديك فيه نادي يا طول عمره السلامة بنواف طيب يا نواف ما عندنا مشكله لكن عندنا شرط وش الشرط احنا اللي بناخذك احنا اللي بنحدد الطريق اللي بنروح منه احنا اللي بنحدد كل شيء تمام
أبسط حقوقك، بس خلص. يفضل أنكم تأخذون سفينة لأن المكان بيكون بكهف. هلا هل متك يا ساتر يا ساتر. ما عليه خفايف 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 خفايف. مادر يا يا نواف. أهلين. هل متأكد إنه موجود وبيقابلنا؟ إن شاء الله موجود، ما عليك بإذن الله بيكون متواجد، ودائما يتواجد على الفجر كذا بداية. طيب هو ممكن يضرنا ولا لا؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما المرافق حقه إن شاء الله ما يكون موجود. مرافق مين بعد؟ الحين هو ساحر ساحر. ما أدري بتشوفه يعني مرافق حقه، المرافق حقه يعني عدل إذا ودها أفريقيا ولا لا؟ من الجن. ما أدري هو جن ولا ما أدري. ممكن نمشي بسرعة الربع. عشان بس الوضع مراقب هم تبعين تسحبون. ساري. هذا ما ترك. يا سعد بدر بدر بدر. بدر تكفى اتصل عليه شوف وينه. وركب قدام، تعال ركب قدام. ها ابو فايز بشر. خلاص راح يقابل رواف المقر الجديد. رواف جاء؟ ايوه راح يقابل هناك في المقر الجديد. ممتاز ممتاز. بعدنا من الحديقة الملكية، بعدنا من الحديقة الملكية. روح يمين تكفى، روح يمين. اي بعدنا. ها بدينا نلاحظ. اي واحد يلحقنا من الحين يا رب. الله يستر. طف الاغاني زي. لا استغفر الله. جايبين عند القسم. يا حمار جايبين عند القسم يا نواف. استعبط. ما عليك مجنون انت نواف. بس بيجيبون عند التفتيش، بيجيبون عند التفتيش. ما في احد. والله العظيم الله يقطع ابو بيس. والله العظيم انت تنزل انت اللي تطرحنا. انا اعرف طيب اسمعني اسمعني بدلني اعرف كل شيء عندي انا عندي. طيب انا حلفت. وقف يمين حلفت. وقف يمين معلش. بين اتفاق. تعرف سوق غير عادي ولا يا رجال؟ انزل وقف بسرعه. ما عليك، ما حد يشوفك اركب. خلص علينا يا سعد تكفى انت بعد. شوف العالة تتسحب يسارنا. ابو محمد طف الانوار الحمراء. طيب طريق يلا دلنا وبعدين سيد 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 فدورة ما نبغى نلف. طيب هدي. لفة هذه. هو وين مكانه؟ ما شاء الله بنطر ادميات بعد. هو وين مكانه بالضبط؟ هو مكان يا طويل العمر والسلامة شمال تقريبا درجة 120 بالضبط، يعني يا طول العمر والسلامة. الله يعافيك، تقدر تعطينا احداثيات؟ احنا لا دخلنا الجيش الله يعافيك، ولا دخلنا البلاك مارك. تشوفون كل شيء، الطرق بتكون آمنة، الطرق كلها بتكون آمنة، الطريق هذا كله وتشوفون كل شيء قدامكم. طيب هنا السفينة؟ لا 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 مو هنا سفينة. سيد نشغل انوار السيارة عشان ما تدري مسمار شيء. ما شاء الله احمر ليه؟ ما ادري انا مستغرب. عشان كذا قلت لحمد يقفلها. المبنى. طيب تجيك حاجة. سيد. متأكد من الطريق؟ إيه متأكد من الطريق. ما عليك الرجال، هذا المستودع حقي سيد. هذا سد الله يجزاك خير. السد هذا بس المستودع حقي. طيب أنا أروح. يسار وخلاص سيد. المستقبل يبين. على حسب في عندي أشياء ما هي موجودة عند سيء، وفي أشياء عند سيء ما هي موجودة عندي. فعشان كده أقول لك فينا كمية تنافس، يعني بحيث إني مثلاً لو إني بأسرق دبابة ما أدري شلون تتسرب المعلومات إلى CA و CA يسبقها قبل. يجيك بالنا بعد شيء مصنع. إيه هذا المصنع. طيب يا طويل العمر والسلامة سيد، أول لفة يمين تجيك خذ معها من ناحية سرقة من العسكرية. ما قدرت أسرق CA، سرق وزبن طلع من العسكرية. سيدة أبيك تخش تتعدى المصنع، تخش على الشاطئ بس أنت يمكن جبل أو ما في طريق ردمية شيء في كذا شقة يا رجال. إيه ممتاز. لا إلا الله، إحنا بنروح بحر، نمشي في بحر. إيه بنمشي في بحر لازم إجباري. طيب هو هنا تبغى نصفط؟ أصفطوه. بعدين دحين. إيه أصفطوا هنا. خلني دقيقة بالله عليك دقيقة. طيب يا الله يا شباب الحقوني تكفون وبشويش. ما لا داعي يقولون هذول ماتوا عند الشاطئ. سعد ربك أشتم من ناصر. تكفى يا ناصر. ما عليك. أموري طيبة. حق رجل. موجودين أنتم؟ يلا. معك. سعدكم يا سعد. هذا هو القارب. طيب يا شباب. الرجال خلوكم طبيعيين معه. بسم الله. تراه ينسى كثير. وكبير بالسن فظهر انه مخرف شوي. طيب في واحد ناقص يا شباب. ناصر شوف هناك.
يا ناصر وين ناصر؟ ناصر الله ياخذ روح ابليس الله يرحم شر الله يا اخوي. شوف 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 هذا هو قاعد يركض قاعد وش بطول استعبط ذا استعبط انا امشي اعجل يا ولد. السلام عليكم معليش انا بسوق لاني اعرف المكان. لا 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 زي اتفقنا زي اتفقنا زي اتفقنا الله لا يهينك ابد 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 حقك 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 سواق عند النيوه في المساعد. تمام تمام طريقنا وبطريقتنا نوصل ما عليك. بسم الله. طيب وين تبغى؟ خلاص سيد بعدين يسار. حاول انك شوي ما تلحم في الجبال بسم الله ما شاء الله تبارك الله. قريب هو قريب شوي في اتوقع تجي لفه حاليا يسار ما خضن هي هذه اللفه خش معها خش معها خش معها يسار يسار هذه اللفه يا الله هنا يا شباب اللفه هذه فيها الخبث والخبائث اعوذ بالله يسار 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 بسم الله بسم الله نشبنا شوي 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 خرجت مني وصلنا الحين اصفر ايوه لا اله الا الله وصلنا 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 سيد 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 دقيقه 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 وصلنا وصلنا زين لا اله الا الله محمد وين نروح وين نروح يسار وين نروح يمين 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 هذا وشو الحين احمد وشويش بالله بشويش ثلج ذا هذا والله ما ادري صراحه هذا وش بس هذا شيء ما يطمن بالخير صراحه ادخل ادخل الحفره دي من لا تقطع الله خش خش هذا الكهف يا طويل العمر وداخل الله يستر وداخل متاكد يا امي متاكد متاكد هذا شو شو بالله اعوذ بالله خلني اسمع خلني اسمع خلني اسمع وش ذا؟ وش ذا المكان؟ اي في خيمة على اليسار والله هذيك خيمة هذيك والله اتوقع وش ذا؟ في سلاح في سلاح مشيوخ وش ذا؟ ما ادري لا اوكي ارجعكم عنا وش ذا؟ احمد ارجع طيب طيب شباب هدوء هدوء ندور خلنا ندور خلنا نجيب هدوء هدوء انا بنزل له بنزل له انا بنزل له اخر اخر منك تراني بحرقك ابد 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 بس يا بس 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 يا حبيبي بس بس عرفتني خلاص هد هد ذكرتني مين انت؟ وش جابك هنا في مكانك؟ نسيتني هذا يوم كنت معك يوم بافريقيا يوم انت وردت لي الدبابه وجبتها لي بدون ما اسوي شيء بدون ما اهربها بدون ما اخذها الدبابة اللي في افريقيا السجن يوم لا 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 يوم غانا ايام غانا تذكر ايام غانا يوم كنا في بلاك ماركت انا وياك شغالين بعد ما تهربت من السجن الله عليك هذا انا وهذول الشباب اللي بيسبين مين ينزلون مين الشباب اللي معي هذول شباب طيبين وامورهم طيبه ابد كلهم قد الثقه ما اقدر اوقف كلهم قد الثقة هذول تسمح انزلوا 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 مين ذولا؟ هذول هذول الشباب اللي قلت لك قبل شيء خلهم ينزلون هذاك مين؟ من هو؟ اسمع سفينة 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 هذه طيب يا شباب هذا هيدا روس او ساحر فتفاهم انتم شو يصير هذا القرد حقه لا تحطون عينكم بعيد القرد عشان ما يقدر يطلع اصوات ويجيب فينا ليد ما تدرون وش بيسوي فتكلموا معه وعلموا وش ودكم تواصلوا معه نسيت بالخير يا عم نسيت بالخير ها يا عم السلام عليكم هلا هلا كيف حالك يا عم عساك طيب تمام تمام والله ما ودنا عادي لكن الرجال خلاص يا عم ما عاد انت فين انت انت فين لا لا ابد ابد ما عاد نبغى شيء الله يطول في عمرك بس نسلم عليك الله يطول في عمرك ارفع الاسلحه عليهم تعال فين العيد لا 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 ارفع الاسلحه عليهم خلاص ارجع ارجع خلاص ارجع خلاص 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 المعذره يا عم نفدى لحيتك المعذره قصدي نفدى قرنك وين انتم حن 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 يا طويل العمر ضيوف ضيوف جايين نسلم عليك بس ايش تبون كله انا حنبي منك خدمه حنبي منك خدمه ويش عفيت نبي منك خدمه في رجال غدر فينا غدر فينا غدره ما يرضاها لا انس ولا جن
ونبغى ناخذ بثارنا، نبغى كل نبغى كل الامور القذره وناخذ بثارنا. ناصر لا اله الا الله. ناصر شو مسوي يا ناصر شو مسوي؟ تعال تعال ارجع 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 لا تجيب العيد ارجع. ناصر ناصر ارجع والله الحين يقلب البحر علينا ارجع. شوف القرد يا ناصر اشرح لك مش كشاف. ايه انا ناصر ايه انا ناصر عفيت انا ناصر اللي فوق الجبل يوم الغدرة. ايه انت عارف طال عمرك بالعلم انت عارف كل شيء. ايه ايه اللي فوق الجبل اللي فوق الجبل. طيب يرضيك اللي صار؟ ما يرضيني. طيب شوف يا طول العمر احنا جابنا نواف. تعرف نواف؟ تعرف نواف منه نواف؟ ذكرتني يا عم منه نواف. هذا هذا حق البلاك أنا ماركت. انا 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 ذكرت هذا حق البلاك ماركت اللي كنتوا مع بعض في في غانا في افريقيا. ايه 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 الله عليك. انا جبت هذول الشباب الطيبين يبون ياخذون حقهم من شخص وانا بعد ابي اخذ. بس 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 لا تلعب استغفر الله يا ساحر. انت شايب سم انت شو اسمك انت سعد؟ اسمي سعد طال عمرك. ايه شو تصير لاحمد؟ هذا ايه هذا الله يعافيك اخوي. ايه انت شايفكم الحين يا عم الله يرضى عليك احنا جايين عشان سالفه الغدره في سي اي الله يطول في عمرك. نبغى يقول لنا نواف. تعرف نواف يا عم صح؟ نواف ما غيره. ايه 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 يقول ايوه يقول لنا يا عم وين رحت؟ يا عم راح يجيب لنا اغراض. القرد القرد راح يجيب لنا وش القرد 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 الكردي اوه يوفك يا ناصر طالع فيك. لا طالعوا قدام طالعوا قدام الله يوفقكم. غلط يا عيال بالغلط. طلعت فيه بسرعه طلعوا ورا طلعوا ورا طلعوا ورا طلعوا ورا. تحطون عينكم فين؟ لا تحطون احد مع موز اي شيء. موز يا عيال موز موز تبغى موز تبغى موز يا ابو موز موز ها موز تبغى موز خذ موز موز موز. لا 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 خلاص ما يبغى ما يبغى ما يبغى خلاص ما يبغى ما يبغى جعله ما يبغى جعله ما ياكل. يا ويلم بي يا ويلم بي شوف شكلنا بالكاف. ودي ودي بقسه. لا 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 يا ابو الله كيفها الكعبة اني امزح. ما يسمح ما يسمح ما يسمح اي والله ما يسمح ما يسمح ما يسمح. وين راح ما يسمح ما يسمح. الساحر وين راح؟ ساحر اختفى راح افريقيا شكله. اختفى القرد. شوفوا القرد القرد سلاح بس صار جني صار جني. رجع رجع قرد رجع قرد. اختفى 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 يا اختفى اختفى رجع قرد. هلا امور طيبة. طيب يا ما ادري شلون ايش اقول كيف يتواصل مع الساحر. لو سمحت يا قرد اسمعني يا قرد انت مسلم لا اله الا الله انت بشر لا تستغفر. هذا وجه جا 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 يتغير شعر لا تستغفر يتغير شعر راسي لا تستغفر عندي لا اله الا الله يا اخوي مسلمين احنا. ايش تبون الحين انتم؟ يا اخوك اسمع اسمع الله يطول القرد الله يطول في قرونك. يعني لو سمحت حنا والله ما كان ايش؟ والله ما طلعنا فيه. ايش؟ طيب طيب اسمعني 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 يا اخوك اسمعني. حنا نبغى منك مساعدة حنا نبغى منك مساعدة. قال لنا نواف انك تقدر تساعدنا نبغى نمسك سي اي سي اي نبغى نمسكه. سي اي ايوه اللي غدر فيكم فوق الجبل. ايوه 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 يوم خويكم اللي من دس ورا ناصر يناظر. ايوه ايوه يا احمد شوف يده. ايوه ايوه بسيطه بسيطه. شو نسوي كيف بسيطه كيف تقدر تساعدنا؟ جبت اغراض من جبتها. ايش جبت لك سي اي بكبره؟ ايش ما اسمعك يا عم ما اسمعك. ابيك تجيب لي اغراض
وين جبتها؟ اجيب لك سي اي. اجيب لي اياه. اجيب لك اياه خليك تسمع وما يدري عنك ولا يشوفك. تم يا عم تم 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 الله يطول قرونك ويخلي لك قردك ويحلق. تبيها بالضبط. ابشر امر. ونقصني شيء. تدلل باللي تبغاه. نقصني شيء. نقصني شيء. واحد فيكم بيموت. لا والله ما بينقصك شيء ان شاء الله. ما بينقص ما بينقص. لكن هذا ما يبعد مني هذا. اسمعني انت يا خلاص اش اسمعني انت يا اقسم بعز ربي اني قامت. اسمع سم سم وش الاغراض؟ انا ابي ناب اسد افريقي. حلو من وين نجيب لك يا طويل العمر ناب اسد افريقي؟ لا تسالني دي شغلتك يا طويل العمر. والله العظيم يقول لك حدث انا مو بجاي اتفاوض معك. هذه اغراضي خليني اكمل. اسلم. طيب وابي خصلة شعر سي اي. كيف احنا ما كيف نجيبها؟ اصبر انا اعطيك فكرة. اصبر وابي ابي بلوزة من بلوزات سي اي. اسمع يا عم بالامور. اسمع يا عم يا عم يا عم والله العظيم لو بيدنا نروح لسي اي نفسه ونجيبه لكن حنا ما نقدر نروح لها الحين ما بيدنا حيلة. اسمعني طيب انا عندي لك علم وبيساعدك ما قد اعطيتها احد. ايوه انا بحولكم المخلوقات. حلو حلو. مخلوقات ايش؟ ممتاز ممتاز. مخلوقات ايش؟ اصبر انتوا يا بتسمعون تتبعون سي اي تلحقونه. حلو حلو. تجيبون الاغراض منه. لما جبتوها لي كلها اجيب لكم سي اي هنا هنا. طيب ها وش قلتوا؟ اسمع انتوا يا سميعا دام الطلبات صعبة عليكم بخفف عليكم الشعرة والنار. ممتاز. الله يسعد. والبلوزة. لا هند. ممتاز. وش تبغى جل؟ أبي شيء واحد. أبغاك تجيب لي دم فريق أول. تسمع ولا لا؟ تبغى دم رقيب أول؟ أبي إيه. هش هش هش. أنا بجيب لك. خلاص خلاص خلاص. أبشر. إيه والله أنا أجيبه. أبشر. دقيقة دقيقة. طيب. يا عم يا عم الحكومة بيننا وبينهم مشاكل كثير لو طاحوا بي أقول أنا خففت عليكم بما فيه الكفاية. خلاص عليك مجاني أحد فريق أول أنا أضبط لك الوضع مجاني اليوم أنتي. طيب خلي حكومة خلنا نلعب معك. أنت تلعب مع تاجر في البلاك ماركت وأنت بتلعب مع حكومة. هذولي حكومة ذولي دولة يا عيدروس ذولي دولة. هذاك ألعب من الدولة. هذاك أنا أعرف عنها أخبار ما تعرفها. طيب تم. طيب مو مشكلة. تم مو مشكلة. دم فريق أول. إيه بس يا عم وصلني لين هنا نفس المكان زي ما جيتوا تجيبونه. أبشر يا عم أبشر. وإن سمعتم في أحد فيكم معلم في المكان والله ما يحيى. لا 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 لا. طيب الشباب وقد الثقة بإذن الله. يا ساتر. خلاص يا عم خلاص عم ما تري يا اسم يا عيدروس. ها أنت اللي كيف عرفت اسمي؟ لا ما هو يا عم بالغلط حرام وقسما بالله اني اسف والله. لا لا تعال تعال والله اني اسف والله والله. وش تبي؟ وش تبي؟ انا اسف معليش. الله حركم منه. سامحه تكفى عشان خاطر. الله حركم منه. هذا الشيء ما نسى القرد ما نسى يا احمد الله. خلاص 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 خلاص. اطلع منهم. خلاص خلاص خلاص. ايش والله يا انت امسك امسك الابيض. امسك 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 خلاص يا عم خلاص يا عم. سعد سعد طاح سعد سعد طاح سعد سعد طاح. الحق 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 سعد طاح. عجل حقها عجل حق عند روس. سعد سعد اقرب 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 اقرب
لا يجي يا الله صدقت كلامي الحين صدقت قشعريره اسمي قشعريره هذا من وين طلع من متى موجود يا سبح قايل لكم صدقوا كلامي خلكم واثقين فيني ما راح اغدر فيكم هايبين الحاليا نخطط كيف انت